في بلادي إذا مرض أحد من الناس فإنه يؤخذ عند الولي عند قبره ويقرأ عليه آيات القرآن، ثم يؤتى بكبش فيذبح حينئذ ويذبح لله بزعمهم. يقول هل يجوز هذا الفعل؟ لا، ما يجوز هذا الفعل، ولا يذهب به إلى المخرفين وإلى الدجاجلة، ولا يذبح لأجل شفاء المريض. يذبح للتصدق باللحم، نعم الصدقة مشروعة، أما أن يذبح تقربا للذبح لشفاء المريض فهذا لا يجوز. نعم.